ان انا بعد البرنامج وبعد التعليقات اللي بتوصل لي كتير قوي من بالذات المعجبات او البنات، اكتشفت حاجه مهمه قوي. هادي اتفضل. اكتشفت ان الستات او البنات بيبقوا يعني كاشفين وقارشين ملحه كل تفاصيل الراجل ده طبعا، وايه قواريب يعني طبعًا. كل واحده يعني عارفه كل حاجه، بيفصصوا طبعا كل حاجه. ده بيخليني اسال سؤال، بما انهم يعني شاطرين قوي كده واحنا شاطرين زيهم يعني احنا قريب قوي، احنا قريب جدا. ليه البنات بيقعوا وقعات غريبه في جوازاتهم؟ مش الجواز لا خالص، الجواز ده حاجه كويسه. في ان هم مثلا يبقوا حابين حد ويجي يقول لك ايه الحد ده، يبقى فيه العبر وكل الناس بيقولوا لها خلي بالك في ديفوهات كذا وعيوب كذا ومع ذلك تيجي تقول لك ايه احنا هنغيره ان شاء الله بعد الجواز. ان شاء الله يا حبيبتي، ان شاء الله باذن الله بيقابليني صح في المشمش زي ما بيقولوا. فين بقى الشطاره بقى بتاعتكم؟ مفيش حد بيتغير. فين الشطاره؟ مرايه الحب عاميه. مرايه الحب عاميه طبعا طبعا طبعا. الست بتبقى شايفه، ما بتبقاش شايفه، لا هي بتبقى شايفه كويس جدا في كتير من الاحيان. يعني في بعض الاحيان الست ما بتبقاش يعني في حاجات بتعدي عليها بس بتتعامل مع الموضوع على طريقه انا يعني هظبط السيستم بعد الجواز القادره يعني لا انا ايه انا هقدر اسيطر. وبتعتقد بعض البنات انه اللي وقعت فيه بنت خالتي وبنت عمتي والجاره والصحبه انا بقى مش هقع فيه، انا الجامده جدا انا ذكيه انا بقى انا الجامده جدا وانا اللي هغيره وانا اللي هظبط كل حاجه فيه بعد الجواز والعشره وبتاع. ما يعرفوش ان بنت خالتها وبنت عمها مداريه عليها، هم نفسهم كانوا بيقولوا كده برضه صحيح. هم مداريه.